السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ثالث حلقة من حلقات كورس مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس جديد اسمه Acceleration. هنتكلم What is meant by Acceleration, How to calculate Acceleration, وإن شاء الله هنتكلم بالتفصيل ونحل بعض المسائل عليها. طيب يعني إيه Acceleration؟ إحنا خدنا قبل كده إن أي أوبجكت في الدنيا بيكون في حالة اسمها Motion State, يعني في حالة حركة. تمام. طب لو الأوبجكت بتاعنا ده بيتحرك بقى بيكون ليه حاجه اسمها فيلوسيتي. يعني ايه فيلوسيتي؟ زي ما خدنا المره اللي فاتت, عباره عن ديستانس كفرد باي اوبجكت ديفايدد باي تايم, المسافه اللي بيتحركها الجسم في الثانيه الواحده. طيب هل جميع الاجسام اللي موجودين في حياتنا بيتحركوا with the same velocity, مع نفس الفيلوسيتي؟ يعني لو انت راكب سياره مثلا وبتتحرك بيها, هل سرعه بدايه الحركه بتاعتك زي سرعه نهايه الحركه زي في المنتصف؟ يعني مثلا وداكم ماشي بسرعه 10 متر اتش سكند, يعني كل مره الفيلوسيتي بتاعتك بتساوي 10 متر اتش سكند, كل ثانيه بتتحرك 10 متر على الثانيه, ولا بعض الحالات بيحصل انكريزنج فور يور سبيد اور ديكريزنج فور يور سبيد, شويه السرعه بتاعتك تزيد وشويه السرعه بتاعتك تقل. المصطلح بتاع الاكسلريشن ده ببساطه خالص بيدرس تشينج اوف اوبجكت فيلوسيتي, بيشوف ايه التغير او ايه اللي حصل للاوبجكت فيلوسيتي, هل حصل انكريز للفيلوسيتي اور ديكريز فور فيلوسيتي. فتعال نشوف وات از مين تو باي اكسلريشن. بيقول لك the average acceleration is defined by the velocity change per time interval, يعني معدل تغير الـ velocity بالنسبة للوقت. acceleration equal delta v divided delta t, or the rate of a change of object velocity, معدل تغير السرعة. طيب its measuring unit is meter over second square or kilometer per hour square. it is a vector quantity, يعني خدنا vector quantity قلنا ليها ايه, magnitude and direction. Its direction is the same that of change in velocity, ليها نفس الدايركشن بتاع الـ velocity لأنه بيحصل change للـ velocity. طيب بعد كده بنتكلم عن القانون بتاع acceleration equal change of velocity divided time. يعني ايه؟ يعني بيساوي final velocity minus initial velocity divided time, اللي هو final time minus initial time. طيب what is meant by final velocity and initial velocity؟ final velocity أول خالص لو أنا بتكلم دلوقتي عن في لحظة, هناخد مثال بسيط كده. لو انا عندي دلوقتي اوبجكت بيتحرك هنا كده عند بوينت A, وكانت الفيلوسيتي في الحالة ديت 10 متر اوفر سكند, وبعد تايم معين لقيته وصل لحد بوينت B ولقيت الفيلوسيتي بتاعته بقت 20 متر بير سكند, وليكن كان التايم بتاعنا ب 5 سكند, ايه اللي حصل؟ At the beginning of measurement, the velocity or object velocity is 10 meter over second. As time passes, the object velocity become 20 meter over second. طيب لما نيجي نشوف دلوقتي هنلاقي ببساطة خالص ان at the beginning of measurement اللي هو عند نقطة A, تمام, بيطلع عندي حاجتين, حاجة اسمها initial velocity. يعني كلمة initial velocity يعني السرعة الابتدائية, يعني ببساطة خالص velocity at the beginning of measurement. طيب as time passes برضو الوقت هنا كان بيكون الـ t بنسميه initial time, initial time اللي هي دي. تمام. بعد ما الوقت بيعدي اللي هو 5 second, لقيت ان الفلوس بتاعتنا become 20 meter over second, يعني زادت increase, حصل increasing للفلوسي. تمام. بسمي هنا بقى الفلوسي at the ending of measurement بسميها final velocity, بسميها ايه, final velocity, يعني السرعة مين النهائي. طب الـ acceleration بتاعتنا بتساوي ايه؟ الاكسلريشن بتاعتنا طبعا بتساوي في اف اللي هي الفاينل فيلوسيتي ماينس الفي اي ديفايدد التايم. في اف ماينس في اي يعني الاكسلريشن بتاعتنا بتساوي الفي اف عندي قلنا ب 20 ماينس ال 10 اللي هي الانيشال فيلوسيتي ديفايدد التايم كان ب 5 سكند, يدي لك كام؟ يدي لك 10 divided 5 يدي لك 2 متر over second square. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان each 1 second the velocity of x of object increased by 2 متر each second, يعني كل واحد ثانية الفيلوسيتي بتزيد 2 متر على الثانية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو في الثانية الأولى كانت السرعة 10 متر زي ما قلنا هنا, بعد ثانيتين تبقى السرعة 12 متر over second, بعد كمان ثانيتين تبقى السرعة
فولتين بعد اتش بعد كل ثانيه اسف بعد كل ثانيه الفيلوسيتي بتاعتنا اوف اوبجكت انكريزد باي 1 متر اتش 1 سكند، يعني 2 متر اتش 1 سكند. تمام، يعني في الثانيه الاولى هتبقى 12، الثانيه اللي بعدها تبقى 14، اللي بعدها 16 18 وهكذا. تمام، ده معنى كلمه الاكسلريشن. هنتكلم دلوقتي عن تايبس اوف اكسلريشن. نمبر 1 كولد باي يونيفورم اكسلريشن. كلمه يونيفورم يعني منتظم، فبيسموها عجله منتظمه او عجله ثابته ما بتتغيرش، الفاليو بتاعتها ثابته. A body is said to have uniform acceleration if magnitude and direction of acceleration remains constant during particle motion. يعني قيمه الاكسلريشن بتاعتنا بتكون constant as time motion او as particle motion، الاكسلريشن ثابته زي ما خدنا في المثال اللي فات، قلنا h 1 second the object velocity increased by 2 meter over second، فدي بنسميها الاكسلريشن، كل ثانيه بتزيد بنفس الفاليو. It is change increase or decrease of object speed by equal values through equal periods of time. يبقى كل مره بيزيد بنفس الفاليو او بيقل بنفس الفاليو في نفس الفتره الزمنيه. If a particle is moving with uniform acceleration this doesn't necessarily imply that a particle is moving in straight line projectile motion. بتحصل طبعا في ايه، ممكن تكون موجوده المين، مش ضروري ان يعني تكون في الموشن ان ستريت لاين يعني في خط مستقيم، او البروجكتايل موشن اللي هو حركه المقذوفات. طب التايبس اوف يونيفورم اكسلريشن عندي ليها 3 تايب، يا اما تكون بوزيتيف او زيرو او نيجاتيف. طب امتى تكون بوزيتيف؟ بوزيتيف ببساطه خالص لو كانت الفاينل فيلوسيتي جريتر ذان انيشال فيلوسيتي، يبقى الفاينل عندي اعلى زي ما خدنا في المثال اللي فات 20 جريتر ذان 10، ال 20 دي كانت الفاينل والانيشال دي كانت ال 10، ففي الحاله ديت بيكون البوزيتيف اكسلريشن. طيب نمبر 2 او هنا في الحاله بيقول لك ذا فيلوسيتي اوف اوبجكت انكريز اس تايم بس، والجراف بتاعنا ريليشن بتوين الفيلوسيتي والتايم، فيدي لك ستريت لاين بس باي اوريجين بوينت، يعني اس تايم بس ذا فيلوسيتي اوف اوبجكت انكريز، يبقى كل مره الفيلوسيتي بتزيد. طب الزيرو اكسلريشن ده معناه ان الفاينل فيلوسيتي ايكوال initial velocity، يعني there is no change of object velocity، القيمه عندي ثابته. بعد 10 دقائق لقيتها 10 متر على الثانيه، بعد 20 دقيقه لقيتها برضه 10 متر على الثانيه، بعد 30 دقيقه لقيتها 10 متر على الثانيه، يبقى في الحاله ديت الفاينل velocity equal initial velocity، فبنسميها zero acceleration. zero mean يعني ببساطه there is no change of object velocity. تمام، هو كاتب لك هنا object moves with uniform velocity، فالجراف هنا ما بين الاكس ما بين الفيلوسيتي يعني وما بين التايم لازم يدي لك ستريت لاين بارلل تو اكس اكسس موازي ليه، يعني ما فيش تشينج للفيلوسيتي، قيمه ثابته. اخر تايب معانا نيجاتيف اكسلريشن. نيجاتيف اكسلريشن يعني عجله سالبه. طب بيسموها كده ليه؟ لان ببساطه خالص زي ما يكون حضرتك راكب عربيه وجيت بدات تضرب فرامل، لما تمسك الفرامل هنا ايه اللي بيحصل؟ ببساطه خالص فيلوسيتي اوف كار ديكريز اس تايم باسز، فمجرد ان انا ببدا ادوس على البريكس او يوزنج ذا بريكس اوف كار، يعني ببدا استخدم الفرامل، ساعتها يبدا يحصل ديكريز للفيلوسيتي. اول ما بدوس على الفرامل دي بسميها الانيشال فيلوسيتي، بسميها مين؟ الانيشال فيلوسيتي، ولتكن مثلا 50 متر بير سكند. بعد فتره زمنيه هلاقي العربيه وقفت، بقت الفاينل فيلوسيتي عندي زيرو لان هي وقفت، يبقى الفي اف عندي بزيرو، ساعتها يبقى الانيشال اللي هي 50 جريتر ذان فاينل اللي هي بزيرو، ساعتها بسميها نيجاتيف اكسلريشن. يبقى بيحصل ببساطه خالص ديكريز فور اوبجكت فيلوسيتي از تايم بس، بيحصل لها ديكريز بتقل القيمه بتاعتنا، والجراف بتاعنا هو بيقول لك ان الفيلوسيتي كان لها قيمه وكل ما الوقت يعدي بيحصل لها ديكريز لحد ما توصل لحد الزيرو، فيسميها نيجاتيف اكسلريشن. لكن النون يونيفورم اكسلريشن ده سكند تايب بقى اوف ايه؟ اوف اكسلريشن. A body is said to have non uniform acceleration if magnitude or direction or both change during motion. بيتغير فين في الموشن، مره الاقي الاكسلريشن بتاعتي او الفيلوسيتي انكريزد باي 2 متر بير سكند، اللي بعدها الاقيها انكريزد باي 5 متر بير سكند، اللي بعدها قلت ل 2 متر بير سكند، اللي بعدها زادت ل 10 متر او 10 متر اوفر سكند، فكل مره بيديني مين؟ بيديني النون يونيفورم اكسلريشن، يعني بيحصل تشينج للفيلوسيتي باي ان ايكوال فاليوز، قيم غير متساويه، مره تزيد ب 5 مره تزيد ب 2 مره تقل مره ايا كان. ففي الحاله ديت كل مره بلاقي الاوبجكت بتاعنا موفز ويز ديفرنت اكسلريشن، فلذلك عشان اقيسها بيحتاج حاجه اسمها انستانتينوس اكسلريشن، والريليشن بتاعتها الاكسلريشن بتساوي الليميت دلتا تي ابروتش 0 اي اكس،
وبجيبها عادي خالص، بتبقى دلتا في اكس ديفايدد دلتا تي. يبقى في الحاله ديت بجيب الليمت هنا من يوزنج انستنتينوس اكسلريشن. طب ايه الانستنتينوس اكسلريشن؟ هنشوفها زي ما خدنا دلوقتي المثال اللي فات، خدنا انستنتينوس فيلوسيتي ده في الشابتر اللي فات او في الدرس اللي فات يعني. النهارده هنتكلم عن الايه، الانستنتينوس اكسلريشن والافريج. طبعا احنا خدنا الافريج عباره عن مين؟ عباره عن ايه؟ السمشن ديفايدد مين؟ ديفايدد النمبر، او ليها افريج تاني اللي هو باخد ايه؟ في اكس ماي بلس في 1 ديفايدد ايه؟ التايم بتاعتنا. فهنا جايبها لك ازاي؟ ده هنا كده الفاليو اوف دلتا في، ده كده الفاليو اوف دلتا في. ده بالنسبه لاول حاجه خالص هنجيب الافريج اكسلريشن. بقول له مين؟ بقول له افريج اكسلريشن اوفر ا لارج تايم انترفالز. يبقى دلتا في ده اهي ديفايدد دلتا تايم. فانا باخد بوينت في 2 ماينس الفي 1 يبقى اسمها دلتا في ديفايدد دلتا تي، نفس الوضع. طيب ادخل بعد كده على الجزء الثاني. الجزء الثاني بقى الافريج اكسلريشن اوفر سمولر تايمز، باخد جزء صغير جدا من التايم اللي هو الوقت ده بس. تمام، برضه بعمل نفس الايديا، بقول في 2 ماينس في 1 ديفايدد دلتا تي اللي هي دي 2 ماينس تي 2 ماينس تي 1. لكن الانستنتينوس فيلوسيتي بجيب الفيلوسيتي في اللحظه ده بس، او الاكسلريشن في اللحظه ديت بس. تمام، اللي هي عند التايم يبقى في 3 اوفر تي 3، بقسمهم الاثنين مع بعض يدي لك حاجه اسمها انستنتينوس اكسلريشن ات تايم 3. طيب بعد كده acceleration concepts يعني مبادئ مهمة جدا. we don't have a separate word for the absolute value of acceleration، ما لهاش كلمة منفصلة يعني نقدر نعبر بيها. we refer the acceleration أو the deceleration of an object as decreased in the speed of object، اللي كنا بنسميها من شوية negative acceleration، ممكن نسميها برضو اسم تاني deceleration أو عجلة تناقصية، يعني بيحصل decrease for object speed as time passes which corresponds to acceleration in the opposite direction of the motion. يعني ايه كلمه in the opposite direction؟ ببساطه خالص لو انا العربيه بتاعتي بتتحرك في الاتجاه ده كده، تمام، فانا لما بمسك فرامل عشان خاطر اوقفها، الفرامل بيكون الايفكت بتاعها في الدايركشن المعاكس، في الاوبوزيت دايركشن عشان توقفها. يبقى كان العربيه او الموتور بتاع العربيه بيدفع العربيه للامام عشان تتحرك للامام، بس البريك بتدفع العربيه انها تتحرك للخلف، فالاثنين بيمسكوا مع بعض لحد ما يحصل بالانسنج بتوين ذم، تقوم العربيه ايه؟ تقف. يبقى الدايركشن بتاع البريك هنا بيكون اوبوزيت دايركشن تو ذا موفمنت اوف كار، وبالتالي بنقول ان ببساطه خالص الدايركشن اوف ديسيليريشن اوبوزيت دايركشن تو ذا موشن اوف ذا اوبجكت، بيكون في الاوبوزيت ايه؟ دايركشن، او في الاتجاه المعاكس. If the velocity and the acceleration are in the same direction, the object moves a faster. زي ما يكون بالظبط عربية ماشية بسرعة منخفضة جدا، تمام، وبتحرك في الدايركشن ده. وليكن عربية مثلا، عربية ايه اللي هي بتتزق بالايد زي مثلا السوبر ماركت كار، او اللي هي العربية الصغيرة بتاعت السوبر ماركت، تمام، وجيت انا بزقها كده وقام جاي واحد كمان يزق معايا وكمان واحد يزق معايا، فلقينا ثلاثة بنزق العربية في نفس الدايركشن بتاع الموفمنت بتاعتها، ساعتها الـ velocity of this car will increase. هتزيد. بعد كده بيقول لك if the velocity and the acceleration are in the opposite direction the object slows down. زي ما قلنا زي الفرامل مثلا، ومثلا بتاكل العربيه بتتحرك في الدايركشن ده كده، وانا قمت جاي واقف هنا كده وبزق في الاوبوزيت دايركشن، بتحرك في الاتجاه المعاكس، يبقى ساعتها هيبدا يحصل ديكريز للايه؟ للاوبجكت فيلوسيتي، وتبدا تقل وتتحول انتو نيجاتيف اكسلريشن. ناخد بعد كده بروبلم صغيره كده، بيقول لك اكار start movement from rest and then its speed increased to 60 meter over second through 5 second. كلمة start its motion from rest ده معناه ان ال VI بتاعتي بزيرو، يبقى ال VI بتساوي زيرو، تمام، ده كده ال given بتاعنا. بيقول لك increased to 60 meter over second، يعني ال VF بتاعتنا ب 60 meter over second. بعد كده ايه اللي حصل؟ قال لك التايم بتاعك كان بيساوي 5 سكند. وعندك كار بي ستارت موفمنت برضه فروم ريست، يبقى الفي اي بتاعتها بزيرو، وزادت انتو اي تي متر اوفر سكند. الكلام ده فين؟ في 10 سكند. هو عايز which one of them has great acceleration، ايهما اعلى في الاكسلريشن؟ هتقول له الكار ايه؟ هنطبق الايه؟ الاكسلريشن بيساوي في 2 ماينس الفي 1 ديفايدد التايم، في 2 ب 60، التايم بتاعنا الفي 1 بزيرو ديفايدد ال 5 يدي لك 30 متر، اسف 12 متر اوفر سكند سكوير. دي الاكسلريشن اوف ذا فيرست كار اللي هي كار A. كار B هنطبق نفس القانون، هيبقى 80 ماينس 0 ديفايد 10 يدي لك 8 متر اوفر سكند سكوير. ده معناه ان الاكسلريشن اوف ذا فيرست كار جريتر ذان اكسلريشن اوف ذا سكند كار. ندخل على بعد كده كونسبت تشيك، يعني سؤال كده هنشوف الاجابه بتاعته ايه.
When you are driving a car along a straight road, you could be traveling in the positive or negative direction, and you could have a positive acceleration or a negative acceleration. If you have negative velocity and positive acceleration, negative velocity and positive acceleration, ايه اللي يحصل؟ A slowing down in the positive direction, يعني السرعة بتقل في الاتجاه direction في البوزيتيف، ولا speeding up in the negative direction، ولا speeding up of the positive direction بتقل، او ده كله معناه ان هي بتزيد في الاتجاه البوزيتيف او بتزيد في الاتجاه النيجاتيف. Slowing down in the negative direction، ولا بتقل في النيجاتيف مين direction. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت عندك negative velocity، نيجاتيف مين velocity، يعني السرعة بتاعتك بيحصل لها decrease، وبوزيتيف acceleration، بوزيتيف مين acceleration، يعني الاكسلريشن بتاعتك بالبوزيتيف بتزيد، طب ايه اللي بيحصل؟ يبقى معناها ان انا مثلا وليكن الاوبجكت بتاعي بيتحرك في الدايركشن ده كده، ده الفيلوستي وبالنيجاتيف، بس الايه الاكسلريشن بتاعتنا بالبوزيتيف كده في الدايركشن المعاكس، ساعتها ايه اللي بيحصل؟ اكيد ده معناه ان ساعتها البوزيتيف او الاوبجكت بتاعنا تمام بيحصل ديكريز للفيلوستي، يبقى بيحصل له سلوينج داون، صح؟ بس سلوينج داون في انهي دايركشن؟ بتاع الايه البوزيتيف ولا النيجاتيف؟ المفروض هتكون في اتجاه مين؟ في اتجاه الفيلوستي، يبقى تكون في النيجاتيف دايركشن. زي ما قلنا قبل كده دايما الاكسلريشن في اتجاه مين؟ في اتجاه النيجاتيف، في اتجاه الفيلوستي اسف. هنا بقول لك وورلد ريكورد فور 100 متر داش. ففي واحد اسمه كارل لويس وورلد ريكورد سجل الكلام ده اللي هو خد وورلد تشامبيون شيب في 1991. بيقول لك بقى بيقول لك ان التايم بتاعنا كان 1.88، كان الاكس ب 10 متر، الفي الفيلوستي 9.26، فالاكسليشن 1 متر اوفر سكند 1.61 متر اوفر سكند سكوير. فالثيري كولدرز دول بيقول لك ان هو كل مره كانت الاكسليشن بتاعتنا 1 متر 1.61 متر اوفر سكند مين سكوير، بس كل مره كانت الديستانس مختلفه والتايم تيكن باي ذا بيرس مختلفه، تمام؟ فلو حب يحسب اي حاجه من الحاجات دي كلها، فتعالى نشوف بقى في الحاله الاولى في المره هنا، فبيكون الفلوسي بتاعتنا بتساوي كام؟ باخد اي بوينت، باخد دلتا اكس وليكن مثلا عند ال 100 كده، تمام؟ وبنزل كده اقول له ده ايه؟ ده كده ببساطه خالص الديستانس بتاعتنا. يبقى الفي اكس عندي بتساوي دلتا اكس اوفر دلتا تي، الاكس بتاعتنا 100 ماينس 0، تمام؟ التايم بتاعنا كان 10 ماينس 1 تقريبا، او 1 بوينت مثلا 2 حاجه زي كده. يوم يدي لك لما اقسم ال 100 ديفايدد 9 او ممكن تبقى 8.8 سكند، يعني يدي لك 11.6 متر اوفر سكند. يبقى في الحاله ديت انا حسبت مين؟ حسبت الفيلوستي هنا بتاعتنا هنا. طيب في الحاله الثانيه الاوبجكت بتاعنا واخد الشكل ده، واخد ستريت لاين بارلل تو اكس اكسس، في الحاله ديت الاكسلريشن بتاعتنا تطلع بزيرو. ليه؟ بيكوز ذا اوبجكت دازنت تشينج اتس فيلوستي اس تايم باسس. فيقول لك الاي اكس بتساوي دلتا في ديفايدد دلتا تي، فالاكسلريشن بتاعتنا ايكوال 0 متر اوفر سكند سكوير. المفروض هنا يبقى ايه الاكسلريشن بزيرو سكوير هنا، ده بس خطا من القانون لان دي الميجرنج يونت بتاعتنا. ديسبيسمنت اند فيلوستي فروم اكسلريشن، يعني لو عايز احسب ديسبيسمنت كفرد باي اوبجكت باي يوزنج اكسلريشن، عندي معلومات عن الاكسلريشن، او عايز احسب الفيلوستي اللي بيتحرك فيها الاوبجكت باي نوينج اتس اكسلريشن. فبنعمل انتجريشن از انفرسلي اوبريشن تو ديفينيشن، يعني التكامل والتفاضل الاثنين ايه عكس بعض، واحد فيهم مقلوب للثاني، يعني واحد بيتقدم الثاني بيأخر. Fundamental theorem of calculus، برضو بنستخدم الكالكولس بتاعنا. We can reverse the process we used to get from displacement to velocity to acceleration. بنستخدم الكلام ده، بنستخدم الانتجريشن او الديفرنشيشن عشان خاطر نجيب مين الديسبيسمنت او الفيلوستي. We will obtain five kinematics equation. الايكويشنز دول مهمين جدا، هم اللي هيساعدونا ان احنا نجيب قيمه الديسبيسمنت او الفيلوستي، تمام؟ فليهم بروف عندنا. طيب عشان خاطر نسبتهم بيقول لك assuming constant acceleration، دايما هفترض ان الاوبجكت بتاعنا moves with uniform acceleration او constant acceleration. We want to have to work them out every time. We want to solve a problem، عشان نحل البروبلم فلازم نبدا نشوف الايه ييجوا ازاي. Number one displacement from velocity. Start with the x component of velocity، هنبدا من عند مين؟ الاكس كومبوننت. طبعا
الاكسليشن هنا بيحصل لها انكريز. بص كده كل شويه الاكسليشن بتزيد ايه انكريز. فببساطه الاريا اندر جراف هي تعتبر هنا ده الاسلوب بتاعنا او قيمه الاكسليشن الديسبيسمنت بتاعتنا. يبقى اريا اندر جراف هي تعتبر الديسبيسمنت بتاعتنا. طب بنحسبها ازاي؟ بنحسبها بالطريقه ديت. بنقول ببساطه خالص الاي الاكسليشن بالنسبه للتايم بتساوي دلتا في ديفايدد دلتا تي. يبقى هنا ضربت في التايم وضربت في التايم هنا. طيب ناخد بعد كده الانتجريشن فروم تي ايكوال 0 تو تي، يعني تي 0 من هنا كده لحد التي الثانيه ديت نبدا نعمل عمليه انتجريشن. فبقول الاكسلريشن تي دلتا تي بتساوي برضه نفس الفكره، ناخد الانتجريشن دلتا في اللي هو ايه الرايت سايد بقى بيساوي دلتا في ديفايد دلتا تي في دلتا تي، يقوم يضعوا الاثنين مع بعض فيدي لك في اكس في الفي اي اكس للتي نوت. يبقى نزل التي ديت هنا وبنزل التي نوت الناحيه الثانيه وبضيع دي مع ده خلاص. فيدي لك الفي اكس بتاعتنا يعني الفيلوسيتي ات اكس بتساوي في اكس تي نوت بلس انتجريشن تي نوت للتي اكسلريشن تي نوت دي دلتا تي. نفس الوضع هاخد الفي اكس برضه هنا، يبقى ده يعتبر بالنسبه لي انا طبعا التي 0 هنا هنضيعها لان هي ب 0 او ب 1 يعني بمعنى اصح مش ب 1 ولا حاجه. يبقى الفي اكس نوت هنا نسيبها، يبقى الفي اكس في اكس اوف تي بتساوي في اكس نوت بلس القيمه ديت اللي هي اللي فوق هتنزل لوحدها، وبكده هيطلع معانا الايكويجن اللي بعد كده. سوري بس في لخبطه عندي في الايه في البتاع. طيب يبقى انا عندي ببساطه كده الايكويجن وصلت ليها اهيت الفي اكس بتساوي في اكس نوت بلس انتجريشن تي 0 انتو تي ا اكس دلتا تي. تمام. فبننزلها ازاي؟ بنعمل انتجريشن للدلتا تي تبقى تي بس، لان التي هنا ايه 0 بنشيل، يبقى في نوت اكس 0 بلس اي تي ده الايكويجن الاولى بتاعتنا. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت الفيلوسيتي. يبقى الفيلوسيتي عندي بيسموها الفي اكس ديت بيسموها الفاينل فيلوسيتي. الفاينل فيلوسيتي ايكوال في اكس نوت يعني الانيشال فيلوسيتي اللي كنا بنقول عليها في اف في اي من شويه بتساوي اي تي. اي ديت الاكسلريشن بتاعت الاوبجكت في التايم. ده كده الايكويجن الاولى اللي بجيب منها مين؟ بجيب منها الفاينل فيلوسيتي. خلاص. نمبر 2 الاكس ايكوال اكس نوت بلس انتجريشن تو 0 تو 2 في اكس دلتا تي. فبنفك الفي اكس دلتا تي ديت تتفك الى مين؟ تتفك الى في اكس نوت بلس اي تي. ده كله تايمز الدلتا تي. ما انا شلت الفي اكس ده اهي اللي هي دي، بشيلها واحط الفاليو ده اهي عشان تعرفوا بس جت ازاي. يبقى انا شلت الفي اكس، ما دي قيمه الفي اكس، شلتها بقى من هنا بالايكويجن اللي تحت وحطيت الفاليو بتاعتها اهي. وبعد كده ارجع اعمل لها انتجريشن. لما ارجع اعمل لها انتجريشن يقوم يدي لك مين؟ اكس نوت بلس في اكس نوت تي بلس هاف اي تي باور 2، لان ده تي في تي يقوم يدي لك ايه؟ تي سكوير تنزل بتحت بهاف اي تي باور 2. تمام؟ ارجع بعد كده اقول ان ديت مين؟ قيمه الديسبيسمنت. الاكس هنا يقصد بها الديسبيسمنت كفرد باي اوبجكت وين ذيس اوبجكت موفز ويز كونستنت اكسلريشن. يبقى الاكس ايكوال اكس نوت بلس في اكس نوت تي بلس هاف اي تي باور 2. لو الاكس نوت ب 0 بنشيلها ب 0 يبقى بقت في اكس نوت تي بلس هاف اي اكس تي باور 2. دي الايكويجن نمبر 2 اللي بنجيب منها الديسبيسمنت. طيب بعد كده الكونستنت اكسلريشن الفي اكس بتساوي انتجريشن من 0 للتي في اكس تي دلتا تي. ضيع الدلتا تي مع الدلتا تي ديت يقوم يدي لك مين بقى؟ يدي لك الديمونيتور از ايزي. الكلام ده كله سهل جدا ان احنا نجيبه، يعني الانتجريشن بتاع التي من 0 للتي بيدي لك التي فقط، لان اصلا الزيرو ما بتتحسبش. بعد كده نحسبها تلاقي لك بقى نجيب اللي فوق بقى، احنا قلنا اللي تحت بتي خلاص. نقوم نجيب اللي فوق ازاي؟ هنجيب الانتجريشن من 0 للتي في اكس تي داش دلتا تي ايكوال انتجريشن فروم 0 تو تي في اكس نوت بلس اي تي داش تايمز دي داش. دي لك في اكس نوت بلس هاف اي تي باور 2. ده اللي هو الايه القانون اللي لسه جايبينه من شويه. تمام. نجيبه بعد كده نجيب الكونستنت اكسلريشن لما يكون كومباين بريفيوس ايكويشن. هنقسم بقى على الدلتا تي اللي هي تطلع بالتي. يبقى انا هضيع مين؟ هضيع التي ده اهي مع التي دهيت، واضيع السكوير ديت مع التي اللي تحت، يقوم يدي لك في اكس نوت بلس هاف اي تي بس. يبقى دي كده جبت في اكس اللي كنا جايبينها من شويه اللي هي اول ايكويشن، ده اثبات تاني ليها. طيب ميك ان انفورمد ري ارينجمنت، نبدا نعيد الترتيب تاني. يبقى الفي اكس بتساوي في اكس نوت بلس هاف اي تي بيساوي هاف في اكس نوت بلس هاف في اكس نوت، هزود هاف كل مره يعني. تمام.
هاف زائد هاف زائد هاف، يعني ده كده انا فكيت ده اهي بهاف بلس هاف يدي لك ال1 تمام. ارجع بعد كده مين؟ ارجع بعد كده اخد من الاثنين دول هاف از كومن فاكتور، عامل يعني مشترك كده بينهم، يدي لك هاف في نوت سكوير بلس هاف في اكس نوت بلس اي تي. طب في اكس نوت بلس اي تي اللي هي ده اهي، نشيلها ونحط مكانها مين؟ الاي تي في الايه؟ الاي تي اصلا الاي تي ده هي عباره عن مين؟ اكسلريشن تايمز التايم، يوم يدي لك فيلوسيتي اكسلريشن تايمز يدي لك مين؟ فيلوسيتي. يبقى الفي اكس بتاعتنا بتساوي هاف في اكس نوت بلس القيمه ده اهي تمام. فانا هشيل ديت زي ما قلنا دول كلهم كده واحط مين؟ هيبقى في اكس نوت بلس الفي، يبقى يدي لك هاف في اكس نوت بلس الفي تمام يا شباب. بعد كده ذا فولس كاينيماتيك ايكويشن، الايكويشن الرابع الاكس ايكوال اكس نوت بلس في تي، دي قلناها اكس نوت بلس مين؟ في تي. دي ممكن تجيبها بسهوله جدا، بيقول ان الاكسلريشن اصلا الفيلوسيتي كانت عندنا بتساوي اكس ماينس الاكس نوت divided time. فلو عملت سيزلس يبقى في تي بتساوي الاكس ماينس الاكس نوت، هودي ديت هناك بديفرنت ساين يعني بوزيتيف ساين، يدي لك الفي تي بلس الاكس نوت بتساوي الاكس، اللي هي ايه الايكويشن اللي هو ده. خلاص يا شباب. And if the fifth and the last kinematic equation requires some algebra، نحتاج شويه الجبر. هتقول له الفي اكس بتساوي كام؟ بيساوي في اكس نوت بلس اي تي، فاشيل الفي اكس ده من هنا واحط مكانها القيمه دي. خلاص يبقى انا دلوقتي بقول له الاكس اهيت هو التي عندي بتساوي القيمه دي في اكس نوت ماينس في في اكس ماينس في اكس نوت ديفايدد الاي اكس. اعمل ايه بقى؟ اقول له يبقى الاكس عندي بتساوي اكس نوت بلس دي اكس نوت تي، ده الايكويشن الاولى اللي كنا خدناها اول مره، بلس هاف اي تي سكوير. ارجع اشيل مين بقى اللي هشيله عندي؟ هشيل التي واحط عنده القيمه ده كلها، شايفين التي ديت؟ نزلتها هنا كده. خلاص؟ برضو التي سكوير انزل القيمه ديت مكانها هنا كده بي تي سكوير. وارجع افك يوم يدي لك الايكويشن دي اكس نوت بلس في اكس في اكس نوت بلس في سكوير اكس نوت ديفايدد الاي اكس بلس هاف في اكس سكوير ماينس 2 في اكس في اكس نوت بلس في اكس نوت سكوير ديفايدد الاي اكس. ومن هنا يديني الايكويشن الاخيره بتاعتنا بقى اللي احنا عايزينها خالص، الفي سكوير طبعا بعد ما احل دول كلهم كده مع بعض الايكويشن دي كلها، ادي لي الفي اكس سكوير في اكس سكوير ايكوال في اكس نوت سكوير، يعني الفاينل فيلوسيتي اللي هي في اكس بتساوي او ايكوال انيشال فيلوسيتي سكوير بلس 2 acceleration times x minus الاكس نوت times x minus مين؟ الاكس نوت. اوكي يبقى الفايف ايكويشنز اللي عندي اهم باختصار، الاكس ايكوال اكس نوت بلس في اكس نوت تي بلس هاف اكس تي سكوير. نمبر 2 الاكس برضه ديسبيسمنت بتساوي اكس نوت بلس في اكس في التي. نمبر 3 ديس فيلوسيتي، الفيلوسيتي ايكوال في اكس نوت يعني انيشال فيلوسيتي بلس AT acceleration times the time. Number 4 VX equal half VX plus VX not. بعد كده VX square بتساوي VX not square plus 2AX times X minus X square. دي الايكويشنز الفايف اللي احنا بنستخدمهم في الاكسلريشن عشان نجيب يا اما فيلوسيتي، ده الديسبيسمنت وده الديسبيسمنت ودول كلهم فيلوسيتي تمام، كلهم دي فاينل فيلوسيتي فاينل فيلوسيتي وديت فاينل فيلوسيتي بس سكوير. Important points for uniform acceleration. If the body starts from rest يبقى قلنا بساعتها الاكسلريشن بتاعته تبقى كام؟ بزيرو. With uniform acceleration then the distance covered by the body in second in first second is proportional to t square. ليه بقى؟ بصوا كده، هو start مين؟ from rest يعني الاكس بزيرو والفي ده هي بزيرو لان الفي اكس نوت بزيرو، يبقى هو ببساطه هنا بيعتمد على مين؟ بيعتمد على t square ده. depend on mean on t square. خلاص دي معنى الكلام اللي ايه اللي اتقال من شويه. So the ratio of distance covered in 1 second 1 second و 2 second و 3 second عباره عن 1 power 2 2 power 2 3 power 2 اللي هي 1 to 4 to 9 لان بيعتمد على مين؟ على t square depend on t square. Problem. Car starts from rest and accelerates uniformly from 8 second.
It reaches a final speed of 16 meter per second. خلاص. What is the acceleration of the car? هي بتتحرك منين؟ بتتحرك من 8 لحد ما وصلت 16. يبقى اكيد الاكسلريشن بتاعتنا 16 ماينس ال 8 ديفايد التايم وليكن ب 1 تبقى ب 8 متر اوفر ايه؟ هو بيقول لك بتحرك ويز يونيفورم. واسف نطلع بس الجيفن بتاعتنا. الكار ستارت فروم ميستي يعني الفي الفي 0 الفي اكس 0 ب 0 لان وصلت اتس موشن فروم ريست. والاكسلريشن بتاعتنا بتساوي 8 متر اوفر سكند. فهو بيقول لك عايز مين؟ عايز الاكسلريشن اوف ذا كار. الاكسلريشن اتفقنا ان هي مين؟ 8 متر بالس 8 متر سوري. هو بيقول لك ان هو انا اسف جدا معلش بس ايه نقرا المساله تاني عشان الكلام اللي احنا كنا ده غلط. A car start from rest يبقى ال Vx not ب 0 accelerate uniformly for 8 second. التايم هو اللي ب 8 انا قراتها غلط معلش. يبقى التايم بتاعنا ب 8 second. It reaches a final speed of 16. يبقى السبيد بتاعتنا اللي هي ال Vx بقى بتساوي كام؟ 16. فعايز الاكسلريشن هنجيبها بالقانون العادي خلاص. اقول الاكسلريشن بتساوي Vx minus ال Vi او اللي هي ال Vx نط يعني divided التايم. يعني يطلع ب 16 minus 0 divided 8 يطلع ب 2 meter over second square. دي كده الاكسلريشن بتاعتنا. What is the average velocity of the car؟ عايز الافريج فيلوستي. الافريج فيلوستي بتساوي مين؟ vf بلس ال vi divided 2. ده الافريج فيلوستي. يعني تطلع بكام؟ تطلع ب 16 بلس 0 divided 2 تطلع ب 8 meter over second. خلاص؟ calculate the distance traveled. دي بقى نستخدم فيها الايكويشن ان هي ممكن نستخدم الايكويشن الاولى اللي احنا جبناها من شويه. الاولى ديت اهي الاكس والاكس نوت. الاكس نوت تبقى بزيرو. الفي اكس نوت تبقى بزيرو. يبقى في الحاله ديت هقول له الاكسلريشن بتاعتنا اللي هي الاكس بتساوي هاف اي تي باور 2. تمام. هو بيتحرك ل 8 سكند ماشي والاكسلريشن ب 2 زي ما جبناها من شويه والتايم ب 2. يبقى ديت تضرب مع ديت بقت 8 سكوير لان ديت ب 2 والاكسلريشن ب 2 يروحوا الاثنين مع بعض. يبقى التي سكوير عندي بتساوي 64 متر. يبقى الديستانس كفرد باي ذا كار ان 8 سكند ايكوال 64 متر. نشوف الجزء اللي بعد كده. ان يو بي ام دبليو كان ستارت فروم ريست اند ترافل 400 متر ان 16 سكند. الموديل بتاع البي ام دبليو ده اهو ترافل فروم ريست يعني الفي اكس نوت ايكوال 0. ده كده اول جيفن معانا. ترافل 400 متر يبقى الاكس عندنا بتساوي 400 متر والتايم بتاعنا ب 16. يبقى التايم عندنا هنا كده بتساوي 16 سكند. What is the average acceleration during this time؟ عايزين مين؟ الافريج acceleration. اجيب الاكسلريشن ازاي؟ اقول له الاكسلريشن معايا مين؟ معايا ايه؟ الاكس، معايا الديستانس او الديسبيسمنت، ومعايا الفيلوستي اللي هي الانيشال فيلوستي، ومعايا التايم. استخدم انهي ايكويشن؟ ارجع ابص على الايكويشنز بتوعي، ابص الاقي عندي هنا مين؟ انا معايا الحاجات اللي قلناهم التلاته، انا عايز الاكسلريشن دي. معايا الاكس ب 400 تمام؟ والاكس ديت بزيرو مش مشكله، الفي نوت ده بزيرو برضه يبقى الجزء ده بزيرو، خلاص؟ يبقى الاكسلريشن اجيبها من هنا، اقول له الاكسلريشن بتساوي اكس ديفايدد او 2 اكس ديفايدد تي سكوير. خلاص؟ نجيبها ازاي بقى؟ يبقى الافريج اكسلريشن بتاعتنا قلنا الاكسلريشن هتساوي 2 اكس divided t square. طيب ال a 2x يعني 2 times 400 يعني ايه 800 سوري 800 divided ال t square قلنا ب 16 يبقى 16 باور 2 واحسبها شوف تطلع بكام. يبقى ديت مين؟ الاكسلريشن او الافريج اكسلريشن. تمام. سبيد اوف ذا كار اللي هي الفاينل سبيد نحسبها بقى من قانون الاكسلريشن او من قانون من القوانين ديت عادي خالص. فاينل اكسلريشن اهي الفي اكس معايا مين؟ معايا الفي اكس نوت ده بزيرو يبقى ريحنا. يبقى الاكسلريشن عندي بكام؟ طلعناها زي ما طلعها في المثال الايه الاجابه اللي فاتت. والتايم عندي ب 16 واقوم اعوض اضرب الاثنين في بعض يديني الفي اف او الايه الفاينل فيلوستي.
سهلة خالص. تمام، هاو فاست از ذس فاينل سبيد ان كيلومتر بالايه بالاور، انا معايا بالمتر بالسكند، طب احول من المتر بالسكند للكيلومتر بالاور ازاي؟ ببساطه خالص، ليها طريقه للتحويل جدا، بعمل ملتبلاي 3.6. دي ابسط مثال للتحويل، عشان احول من المتر بالسكند انتو كيلومتر بالاور بعمل ملتبلاي 3.6. تمام، طب لو عايز احول من الكيلومتر بالاور انتو متر بالسكند بعمل ديفايدد 3.6 على طول كده. ده اختصار ليه عشان ما تقعدش بس ايه تلف كتير حواليها. مثال تاني، ايربلين تيك اوف، الطائرات اللي هي بايه بتطلع ايه الاكسلريشن بتاعتها، بيقول لك ان معدل الاكسلريشن او الافريج اكسلريشن للطائرات دي كلها، بص كده كلها ماشيه على الخط ده كده، بتكون الاكسلريشن بتاعتنا 4.3 متر اوفر سكند. يعني كل الطياره عشان تبدا تطلع من المطار بتتحرك تقريبا وذ كونستنت اكسلريشن، ويكتب لك اهو ان جود ابروكسيميشن، يعني في التقدير الجيد بتكون تقريبا ابروكسيميتلي 4.3 متر اوفر سكند سكوير. فمدي لك بروبلم بقى، بيقول لك ايه، assuming a constant acceleration of e equal 4.3 meter over second square starting from this، يعني ال vx not equal 0، what is the take off speed in the airplane reached after 18 second، يعني بعد 18 second الفيلوسيتي هتبقى بكام؟ فعايز ال vx. ادي ال 5 equations اللي عندي، اشوف الجيفن اللي معايا، الاكسلريشن بتساوي 4.3 متر اوفر سكند، ال v not equal 0، ال t1 equal 18 سكند، اجيب انهي ايكويشن عشان اجيب منها ال vx؟ هلاقي ببساطه خالص الايكويشن ده اهي اللي هي نمبر 3، لحظه بس اغير الايه الكلر عشان يبان شويه، هيبقى نمبر 3 اللي هي دي. تمام، هقول له ال vx بتساوي ال vx نط ب 0 يبقى اكتبها 0 اهي، بلس الاكسلريشن 4.3 يبقى 4.3 تايمز ال t، عندي ال t بكام؟ ب 18، يوم يدي لك 77.4 متر اوفر سكند. تمام، دي ببساطه خالص مين القيمه بتاعتنا. بروبلم 2، هاو فار داون ذا ران واي هاز ذس ايربلين موفد باي تايم اتس تيك اوف، يعني هي ببساطه خالص وهي بايه داون ذا ران واي، يعني عايزه تنزل على اللي بيسموه يعني المسار بتاعها يعني، فبنحسب الديستانس بتاعتها اللي هو بيتحرك بيها عشان يوقف، فمعناه ان هو الاكس بزيرو. هو هنا عايز معلش الايه التايم ده لما كان 18 ثانيه والاكسلريشن بتاعتنا ب 4.3، فهو عايز الايه المسافه اللي بتحركها عشان ببساطه خالص يطير، يعني يبعد فوق يعمل تيك اوف خلاص. فهو عايز الطول بتاع المسار، يعني هيمشي مثلا على الطريق ده قد ايه، فبنقول ببساطه الاكس نط بزيرو والفي نط بزيرو، ده الجيفن اللي معانا مدولنا قبل كده في المثال اللي فات، الاكسلريشن بتساوي 4.3 متر اوفر سكند سكوير، التي بتاعتنا 18 سكند، يبقى انا محتاج الاكس اللي هي الاكس تي، اعمل ايه؟ اختار السيوتابل ايكويشن اللي هي تبقى ببساطه خالص مين فيها اكس وفيها تي اهي، يبقى اقول له هنا الاكس نط بزيرو تنزل بزيرو اهي، دي بزيرو، والفي نط ده هتبقى بزيرو كمان برضه، امال هعوض عن مين؟ هعوض عن الهاف، انزل بالهاف، الاي 4.3 تمام، التي عندي ب 18 سكوير، اقوم لما اعوض بالايكويشن بتاعتي هاف اي تي سكوير يدي لك الفاليو او الديستانس كفر ذا باي بلين تو تيك اوف تساوي 697 متر، يعني 697 متر، دي المسافه اللي الطياره بتطيرها على الارض او بتتحرك هتفضل ماشيه على الارض عشان خاطر ايه تبدا تطير في الجو يعني. بعد كده بيقول لك ايه، race of two poles، عندي كولتين بيعملوا سباق، two poles on different tracks are released at the same time، الاثنين بيتحركوا في نفس الوقت بس على different tracks، في التراك ده اللي هو نازل اللي تحت ده، وفي التراك التاني اللي هو ده، تمام ماشي. فبيقول لك ايه، الاولاني بيتحرك على التراك اللي فوق اللي هو الهوريزونتال، والتاني بيتحرك على الرولر كوستر اللي هو اللي تحت، فعايزين نشوف الاكسلريشن بتاعته. بيقول لك let's look at the acceleration and velocity، لو جينا نبص للتراك الاولاني هنبص نلاقي الاكسلريشن بتاعتنا بتنزل كده، يعني الاكسلريشن بتزيد، وبعد كده بتحرك على الستريت لاين، معناها ان الفيلوسيتي بتاعتنا كونستنت، فالاكسلريشن هنا زادت في الجزء ده اهو، وبعد كده بقى يونيفورم فيلوسيتي، يعني ايه يونيفورم فيلوسيتي؟ يعني زيرو اكسلريشن، فالاكسلريشن بتاعتنا بزيرو، هتلاقي الخط الاخضر اللي تحت ده اهو، ده معناه ان الاكسلريشن بتاعتنا ايكوال زيرو. يبقى ده بالنسبه للفيرست باث، المسار الاولاني اللي هو اللي فوق اللي هو الستريت لاين ده. طب اللي تحت،
لو نزل كده نغير بس الكلر عشان يبان. لو هينزل كده نشوف كلر تاني وليكن ده، هينزل كده وبعد كده يتحرك كده وبعد كده ينزل تاني وبعد كده يمشي ستريت لاين وبعد كده ايه الفيلوسيتي بتاعته تقل لان هو بيطلع لفوق وبعد كده يمشي في ستريت لاين. يبقى ايه اللي حصل؟ حصل عندي اول حاجه خلاص هنا مره كان الاكسليشن بتزيد، بعد كده يونيفورم فيلوسيتي، الاكسليشن بتزيد يونيفورم فيلوسيتي، بعد كده الاكسليشن ديكريز، بعد كده يونيفورم فيلوسيتي. طب تعالى نشوف، ادي الاكسليشن انكريز يونيفورم فيلوسيتي، اكسليشن انكريز يونيفورم فيلوسيتي، ديسيليريشن اللي هي بيحصل ديكريز للاكسليشن، وبعد كده يونيفورم مين فيلوسيتي. خلاص اتمنى تكونوا فهمتوها ان شاء الله. توب فيول ريسنج اكسلريتنج فروم ريست، يعني بيبدا من الريست. التوب فيول ريسر كان ريتش 333.2 متر بير اور اللي هي ابروكسيميتلي 100، ياخد 3 ميل بير اور يعني بتساوي تقريبا 148.9 متر اوفر سكند. Recorded established in 2003 يعني في عام 2003 تقريبا، ده كان سباق والسباق ده جايب ايه الريكورد ده يعني، فده ريكورد كويس جدا يعني. At the end of the quarter mile بعد ربع ميل اللي هو بيساوي 402.3 متر. For this example we assume constant acceleration. Number one, what is the value of this acceleration؟ هو ايه اللي حصل يا اخوانا؟ هو ببساطة خالص بدأ من الزيرو ماشي وفضل متحرك لحد ما وصل المسافة اللي هي كوارتر مايل، يعني المسافة دي كلها 402.3 متر. كان لما وصل لحد هناك كده كان الفيلوسيتي بتاعتنا بتساوي 148.9 متر اوفر سكند. ده السؤال، وبقول لك اتحرك مسافة كوارتر مايل ربع ميل، كان المسافة دي عبارة عن 2.3 متر. بعد ما المسافه دي خلصت لقينا الفيلوسيتي بقت كده. طب هو بدا منين؟ بدا الفيلوسيتي بزيرو. عايز مين؟ عايز الاكسلريشن. هنستخدم الايكويشن اللي فيها مين الاكسلريشن. الاكسلريشن اهي بتساوي في تي سكوير، دي في تي يعني في بعد نهايه الوقت، ماينس الفي نوت سكوير اللي هي بزيرو خلاص، على التايم بتاعنا اللي هي 2 في الاكس تي ماينس الاكس نوت ماشي. دي عشان اجيب مين؟ اجيب الديستنس بتاعتنا اللي هي 2x. فبعوض بقول له والله الفي نط بزيرو والفي تي زي ما قلنا ب 148.9 سوري، ده كله سكوير لان انا عندي الفي سكوير ديفايدد 2x نط ماينس الاكس زيرو اللي هي 2 تايمز الديستنس كفرد اللي هي 402.3 متر، يدي لك 27.6 متر اوفر سكند سكوير. دي اسمها الاكسلريشن اوف ذا اوبجكت. ولك problem 2 how long does it take to complete quarter mile، يعني عايز الوقت اللي بتاخده عشان تعمل الايه الكوارتر اللي هو نفس المسافه اللي هي عباره عن 402.3 متر، هو عايز وقت قد ايه؟ فنعوض عن equation فيها التايم خلاص. هو اولا هنجيب الفيلوسيتي اللي في اكس عندنا هو عايز ايه، اجيب التايم هنا من الايكويشن ده. التايم بيقول ايه؟ انا عايز هنا التايم يبقى هودي ليها بس ديفولت ساين يبقى اكس ماينس اكس نوت واقسم على الفي اكس. الفي اكس جابوها هنا من الافريج فيلوسيتي عباره عن 74.45 متر بير سكند، ده بيسموه الافريج مين فيلوسيتي. وارجع اقول له التايم بتاعنا بتساوي اكس ماينس الاكس نوت ديفايدد الفي، يعني 402.3 متر ديفايدد 74.45 متر يوم يدي لك 5.4 سكند، يعني قطع المسافه دي كلها اللي هي عباره عن 402 متر في 5 ثواني و4 من 10. اوكي بكده يكون انتهى ان شاء الله الدرس بتاعنا النهارده. انتظرونا ان شاء الله في الشابتر القادم هنتكلم فيه عن الفولس. لو في اي مشكله ممكن تتواصلوا معايا، ولو في لخبطه ولا حاجه بس في الشرح فاسف جدا، ده بس نتيجه السرعه في الكلام. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.